وشرق ميال كل ساعة هو بحال قال الزمان وقال الدنيا صراع ومال دنيا صراع الشرف والناس والناس غير الناس بيعوا ترى الآمال أرخص من الأموال كل من إلو كيال وكل من إلو موال قال الزمان وقال دنيا صراع ومال حلم الليل شموع وفرح الغلا حلم الليالي شموع وفرح الغلابة دموع عملوا الأرض غربال غزوا يمين شمال غزو السعادة مال بالغرب والترحال والبقى من الموال سلطة غصن السعادة مال بالغرب والترحال والبقى من الموال سلطة وصراع ومال قال الزمان وقال الدنيا صراع ومال قال الزمان وقال الدنيا صراع اسمع خالد، عشر سنين لشخص بالوضع اللي كنت انت فيه قبل سفرك ما بتصور تكون كافية لجمع هالثروة اللي جمعتها. ايه؟ هليش لا؟ ما بدك تهاجر؟ ولك على عيني يا ابو اليوس، حتى لو كانت اول واخر خدمة بتطلبها مني، المهم انك طلبت. صباح الخير استاذ. اهلين ام محمد، شو مبكرة اليوم؟ اخ الله يعيننا يا استاذ، بدي لحق خلص وانزل اخذ الرجال على المشفى. شو؟ وشو قالوا الدكاترة؟ الله وكيلك يا استاذ، ما بعرف كل يوم طلع لنا شغلة جديدة، اخر شيء قالوا لازم يفوت على المشفى ويعملوا شوية فحوصات وبجوز يحتاج لعملية، بقى على الله. اهدي اهدي يا ام محمد، ما في مشكلة ولا يهمك. وإذا بدك تروحي لعند جوزك روحي، البيت فيه بينتظر لبكرة. كتر خيرك يا أستاذ، بس إسا في معي وقت بلحق خلص. الله يعطيك العافية، يلا روحي. عن إذنك لخلص مشان أمشي. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين نرمين، وصلوا؟ يلا جاي دغري، يلا يلا. أهلين نينار، شلونك؟ أنا ماشي الحال. لا حبيبتي ما فيني شيء، بس هلا حطيت القهوة بدي أشربها. يا ستي اليوم ما عندي شيء. لا دخيلك مو جاي على بالي روح لمطرح. طب اسمعي لقلك، أنت شو عندك؟ إيه خلصي وتعي لعندي، في موضوع بدي آخذ رأيك فيه، إيه؟ عم بستناكي، لا تطولي علي. الله معك حبيبتي، مع السلامة.
جاهزين المصاري؟ ممتاز، لاقيني على المكتب مشان نوقع العقد. ايه الجماعة سبقونا. خلص يلا حبيبي بعدين بحكي لك. تعي محمد. نعم صار. خذي هدول حطيهم معك وإذا احتجتي شيء خبريني. كتر خيرك أستاذ. هلا ما قلتي لي شو رأيك؟ رأيي إنه أخوك فراس معه حق، والحكي اللي حكاه كله مزبوط. بس يعني برأيك يوسف رح يوافق على هالحكي؟ ليش لحتى ما يوافق؟ يعني ما بتعرفي وبتعرفي رأيه ووضعه؟ بعرف، بس كمان اللي بعرفه إنه أنتوا اثنين ما بصير تضلوا هيك لإمتى؟ ما شفتي امبارح كيف كان؟ الصراحة أنا صرت حاسة إنه ضروري التغيير بحياته. أنت الوحيدة اللي قادرة تقومي بهذا التغيير، أو على الأقل تقنعي. مزبوط، معك حق. لك أخي امشي بقى، خلصنا حاجتك اللي تعال روح. لك هات بدل ما تشكره للزلمة عالشي سوا. لك بعدين تعال هلا، لو أي واحد مننا كان مطرحه ما كان رح يساوي نفس الشيء. مزبوط. لك إيه بس أنا يعني. لك حاجتك بس بس وقف مع قطاط أنت. لك امشي امشي. خلص لا تدفش أنت وياه بلا غلاظة. مرحبا أبو الفارس. لك عليك شباب. مرحبا في راسه. عليك صلوح. شلونك؟ تمام. يلا يلا. لك روح وخلصونا. عليك عليك. فوتك كور فوت. أيوة حاجتك لتلتة أنت وياه. عدو واسمعوا شو بدي أقول لكم. هات لشوف. خبرنا يا طير. نداء إلى السيد فراس أينما كنت. يرجى أن تعود إلى عائلتك وإلا سيفرجوك نجوم الظهر والله. لك عاشتك غلاظة، أحكي بقى خلصتها. أخي بالمختصر أنا لقيت شغلي، إلنا نحن ثلاثة سوا ومع بعضنا. الله حيو أبو الشكر. إيه وشو هالشغلة؟ حبيبي شغلة خفيفة نظيفة، يعني شغلة موبايلات وتوابعها. ومن لك؟ يعني أنت شو بدك؟ بدك غير تشتغل؟ لك أخي بدنا نفهم، ورتلك شي ورته يعني؟ إيه لا سيدي، الجيران ما بيورتوا. بعدين هي الشغلة لا بدها لا ورته ولا شي. لك شاكر بلا سلبة بقى، يعني ما بدك بضاعة؟ ما بدك محل على القليلة؟ لك أخي أنا قلت لكم بدي اشتغل بالموبايلات وبس، ما قلت بدي افتح محل ولا شو يا أبو فريز؟ إيه أبو الشكر، بس بعد هذا الحكي كلياته فينك تشرح لنا القصة؟ ليكوا شباب، بالمختصر أنا تعرفت على شاب بيشتغل هالشغلة وقال لي هو عليه يجيب لي البضاعة ونحن علينا نصرفها، يعني منبيع البضاعة منسلمه المصاري بيعطينا حصتنا وصلى الله وبارك. بقى فهمتوا شو؟ لك أخي فهمتوا، بس وين بدنا نبيع؟ والله عم فكر بالمالكي، يعني وين بدنا نبيع؟ بسوق الحرمية مبينة. Congratulations مستر خالد. Congratulations for all of us. Congratulations, Senor Khaled. Congratulations for all of us. With success. Yes. خدي نيرمين، جهزي لي نسخ عن العقود. حاضر استاذ. Sit down, please. Thank you. So, we must celebrate today. Certainly, Mr. Khaled. سمعان زاهي؟ True. اليوم السهرة لازم تكون للصباح. على عيني وراسي، وجب شريف، وجب. لك يا شاكر، انت شو عرفك هذا الزلمه من وين عم يجيب بضاعته؟ وانا شو خصني منين ما جابها يجيبها؟ انا علي بيع واقبض. لك ايه شاكر، بس يعني هيك بضاعه بهيك سعر في احتمال تكون مسروقه. اخي مسروقه ولا مسلوقه انا شو خصني؟ بعدين اخي انتو الجوز ما بتتعرفوا على شيء، اساسا ما حتشوفوا الزلمه. انتو علاقتكم معي انا بالذات، بقى شو قلتوا؟ أنا جاهز. جيبك أبو الشكر. والأخ شو؟ ما بعرف. خلاص شباب غيرونا الموضوع. إيه مو على عيني، موضوعك عندي. تعوا يا شباب شوفوا لي هالموضوع الجديد الغير شكل. تعوا. لك من لك هاد يا درسان؟ لا يا معلم، لك لا تستهون فينا. لسه ما شفنا شيء، أرجينا خلصنا. اقتربوا. هاي أنتك مو هين. شوف يا معلم شوف هاي. أوف 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 أوف. طول بالك خلينا نشوف. ليه لسه 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 شوف ما شفتوا شي. شوف شوف من الزمان والهوى.
اشتقت لك كتير. وأنا أكتر حبيبتي. قليلي شو أخبار الدرس؟ الدرس كويس، الشهر الجاية بخلص السنة الثانية. حلو، يعني في أمل تجي؟ ما بعتقد، بابا وأخي عم يفكروا يجوا لهون. وينك جلال؟ ليش وقفت؟ لا حبيبتي أنا آسف، بس يعني شو قصدهم هدول إنه ما يخلوكي تجي؟ لور حبيبتي؟ أنا هون حبيبي، مشتاقت لك كتير. حبيبتي في حدا عم يدق على الباب، برجع بحكيكي بعد شوي، أوكي؟ يلا باي. شو عم تحكي يا رجل؟ تفضل تفضل اقعد تفضل. انت شباب كأنك مو على بعضك. ما في شيء، شغلة عابرة. كنت عم تحكي مع لور؟ وشو الأخبار؟ مو هلا شو بتشرب؟ لك أنا ما جاي أشرب شيء، بدي أحكي. خير يوسف، صاير معك شيء جديد؟ أحكي يوسف، وغشتني. ما في شيء جديد، بس شو؟ مالي عارفان شو بدي لك، حاسس حالي بدوامي مالي عارفان شلون بدي اطلع منها. إيه لا لحظة شوي، إذا هيك القصة صار بدها فنجانين قهوة لحتى نحكي برواق. وبعدين؟ ولا شيء. ليلى مو قادرة تفتح الموضوع مع يوسف، يعني خايفة إذا حكيت ونزيد الطين بلة. والله هو يوسف ظرفه كتير كتير صعب، بس كمان اللي عم تحكي أنت مزبوط. طيب أنت برأيك شو لازم يصير؟ والله ما بعرف، شو بعرف. طيب أنت وجلال ما فيكم تحكوا معه؟ يعني تأثروا عليه؟ هلا أنا أكيد بيحاول، بس ما بوعدك، بتعرفي يوسف راسه يابس كتير كتير. طيب ما اختلفنا، بس كمان أنا حاسة إنه يوسف هلا بيقمص الحاجة لإلكم، يعني لازم تكونوا جنبه، كمان مشان المسكينة ليلى مو عارفة أني حالها شو بدها تعمل. ليش هيك عم تطلع فيني؟ هي شو بك؟ خلص خجلتني. اكتشفت انه انا عايش بس مشان موت فيكي. مبدئيا قديم. ايوه طيب ناكل لبين ما يطلع معنا شي جديد. لا هجرة ضربة واحدة. بس يوسف هذا اللي عم تسويه بتعرف شو اسمه؟ أنا بعرف شو اسمه، اسمه يأس، اسمه إحباط، فشل، اللي بدك أسميه. بعدين شو ما كان اسمه هو واقع عم واجهه وعم يعيش فيه ولازم تخلص منه. وهيك تخلص منه؟ تهرب؟ يا رجال أنا كل حياتي عم بهرب، هلأ وقفت علي الشغلة. معلش يوسف هذا الموضوع مختلف. دخيلك نفس الشيء، هيك بكون بديت واجه الواقع بصراحة أكبر. طيب وليلى؟ تعرف يوسف أنت بدك شوية مراجعة لحياتك، وأنا برأيي بهاي الطريقة اللي عم تفكر فيها تكون عم تغلط غلطة رح تندم عليها. صحيح هو هذا الموضوع شخصي أنا ما فيني أتدخل فيه، بس إنسانة مثل ليلى إذا بدك تخسرها مشان اليأس تبعك فهي خسارة ما بتتعوض. بعرف، بس أنا هون ما عاد عندي شيء أعمله. يعني برا شو بدك تعمل؟ بجوز ما أعمل شيء، بس على قليل بجرب. شوف يوسف
برجع بقول لك انه هذا الموضوع شخصي، بس انا لو بحلك ما بتصرف هيك. عظيم عظيم، هيك بيكون كل شيء تمام، وبمجرد انتهينا من البنية التحتية للشركة بنقدر نبلش شغل. كتير منيح، معناها انا لازم اقوم امشي. لوين؟ بدي روح اخذ مهندس ديكور على الشقة يبلش شغل من هلا. عظيم، ولا تنسى ها اعلان الجريدة مشان الموظفين. اوكي شريك، في شيء تاني؟ سهرة كله مرتب على الدوزيام، لا تهكلام، يلا سلام. تعال قلك زاهر، ايه خذ هالوراق اعطيهم لنرميهم بطريقة. على عيني. يلا سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يوسف هلو، مرحبا يا احلى معلم. معك حق معلم، معك حق والله، نحن مقصرين شوي. اكيد اكيد سيدي، هذا واجبنا. بصراحه معلم تليفوني هذا تليفون مصلحه، يعني في شيء منه. لا شغله صغيره، الموضوع فيزا مستعجله. لا لصديق عزيز. ايه سيدي متاح حاليا. ممتاز، فنزويلا خيار ممتاز. بيشتغل كاتب سيدي. طيب اوكي، شكرا كتير سيدي، شكرا كتير كتير. شبه فنزويلا، بس شلون بدنا نخبره يا يوسف؟ ليلى ليلى ليلى، أهلين خالد، شلونك؟ أنا كويس، أنت كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. وينك هلا؟ أنا بالبيت. أيوة، معناتها أستاذنا العظيم ما هو معك. لا والله مو معي، خير في شي؟ لا والله كنت بدي أقول له شغلة، بس تذكرت إنه لسه ما دخل بعصر الاتصالات، قلت بتكونوا سوا. لا والله اليوم ما شفته، ولهلا ما حاكاني. إلا عن جد ما معه حق. تسلم. طيب قل لي شو بدك منه؟ بركي بعد شوي حكى معي. عن جد ليلى ما في شي، بس ولا اقول لك اذا حكاكي اللي له بكره الصبح يجيب لي جواز السفر تبعه ويمر لعندي قبل الساعه 10. جواز السفر؟ ليش؟ ليش ما خبرك؟ خالد اذا بتريد قل لي شو فيه، وليش جواز السفر؟ ليلى بيظهر انا خبصت واكيد بعتذر. يا الله يا خالد، انت عن شو عم تعتذر؟ وشو قصه جواز السفر؟ قل لي. عن جد ليلى انا اسف، بيظهر اني غلطت بالحكي. بكل الاحوال اذا شفتي يوسف قلي له هيك وهو بخبرك. ماشي مو مشكله. يلا مع السلامه. مع السلامه. أهلين ليلى، شلونك؟ ماشي الحال. مراد بدي أسألك، شفت يوسف اليوم؟ لا والله ما شفته. خير في شي؟ لا ما في شي، بس يعني أنا عاوزته بموضوع ضروري، قلت لحالي بركي بلاقي معك. اليوم لا حكى معي ولا شفته أبدا. طيب يسلم، مع السلامة. يا الله وين بده يكون؟ الو، اهلين ليلى.
جلال بدي اسألك، شفت يوسف اليوم؟ ايه كان عندي من شوي ونزل. يعني بيكون طلع على البيت؟ ما بتصور، قال لي انه بده يروح مشوار بس ما بعرف لوين. خير في شي؟ لا ما في شي، يسلموا ايديك. مع السلامة. اوكي باي. مرحبا. هلين فراس. خير حبيبتي شو بك؟ لا ما في شيء. شلون ما في شيء؟ شكلك مضايقة، شو في؟ خلص حبيبي والله ما في شيء، ما يهمك أنت. ليلى في وبدك تحكي لي، شو القصة؟ طيب، فوت بدل ثيابك والحقني على المطبخ. بحكي لي ها؟ إيه بحكي لك. جابر؟ أبو مراد؟ أين أنت يا سيد القوم؟ أنت فين هابا؟ إلا شرفت أستاذ؟ السلام عليك أيها الرجل العجوز. لك عيب، استحي على حالك، حدا بيحكي هيك مع أبوه؟ والله مزح، والله مزح، والله مزح. أما شو عمل لك مفاجأة؟ بدك تنصعق رسمي. هات لشوف، إذا كان مفاجأتك بيستاهل إني سامحك على طول تلسانك، يا سيدي مستعد سامحك. أطيب أكلة سمك من أحسن مطعم بالشام، شلون؟ الحقيقة مفاجأة، بس بصراحة بيني وبينك طول تلسانك ما بتنحمل أبداً. والله إنه مزح، ما إنه مزح. طالما هيك عجل حط الغداء، لأنه عصافير بطني عم تزقزق. أمرك، بس تغير ثيابي بالأول. بس بسرعة ها؟ أي بسرعة. شو ملول؟ لسه ما حكى؟ لسه. طيب حبيبتي روقي شوي، هدي فراس، انا كتير خايفة. لا تكبري القصة، ان شاء الله ما في شي. هلا عدي وروقي واحلى فنجان قهوة بيجي لعندك. ماشي؟ ماشي. الو، ايه يوسف وينك لهلا؟ على مهلك ليلى، شبك ولسه عم تسال كمان؟ ليلى شوفي، وانا شو بيعرفني؟ انت اللي بتعرف شوفي. ليلى بدك تهدي شوي وتفهميني ولا شو بتسكر يعني؟ ليلى قولي لي شو صاير. انا اسفه يوسف، بس قلي من الظهر ناطرتك وخايفه انك ما تحاكيني. ليلى انا اسف على التاخير، الواقع ما في عندي اي سبب منطقي لك يا هيك حصل وتاخرت. ثانيا انا دائما متاخر عليكي، شو القصة ليلي؟ ايه مزبوط، بس خالد حكاني من الظهر وعم يسأل عنك. ايه طيب وين المشكلة؟ طبيعي إذا بده يعني بيسألك عني. حبيبي بعرف، بس قلي شو قصة جواز السفر اللي بده إياه منك؟ أيوة ليلى، لا في قصة ولا شيء، خلاص بكرة بشرح لك الموضوع. بس هو بالضبط شو قال لك؟ عم يقول لي إنه مشان بكرة تاخذ له جواز السفر قبل الساعة 10. طيب، أنت اهدي شوي وما في شيء بيستاهل، خلاص بكرة بحكي لك. يوسف
هلأ لتكون عم تفكر أنت حبيبتي. الموضوع بسيط كتير، هلأ أنا واقف بالشارع مو معقول أحكي لك. طيب بس يعني أكيد ما في شي. خلاص لك لم شبنا، بكرة بحكي لك. إمتى بيخلص دوامك؟ هلأ بكرة أنا بخلص على الوحدة ونص تقريبا. طيب يا ستي اعملي حسابك إني عازمك على الغد بكرة. ماشي، عزيمتك مقبولة، نكاية بالوقت اللي عيشتني فيه على أعصابي. يا ستي أنا بكرر اعتذاري منك السماح. ماشي، رح مرق لك ياها هالمرة. ايها، تسلم لي الضحكة. بلك ولكي. بحبك. وأنا. أنت شو؟ خلاص مثل ما قلت لي. تصبحي على خير. وأنت بخير. دير بالك على حالك، إيه؟ وأنت ديري بالك. مع السلامة. باي. هي أحلى فنجان قهوة لأم اللول. يسلموا إيديك حبيبي، حطهم. يو، وليش هو الزعل كلياته؟ مو هلا الأستاذ كان عم يحكي معك؟ بتعرف؟ يا ريت ما حكى. أوف، ليش بقى؟ ما بعرف، بس في شي بيحكي وما بيطمن، بعدين قصة جواز السفر هي ما فاتت براسي بنوب. طيب أنتِ سألتيه عنه؟ إيه، قال بكرة بيحكي لي. إيه خلصنا بقى، ولسه عملت لي إياها مشكلة؟ لو كان في شي ممكن خبرك إياه اليوم. هلا هيك رأيك؟ ايه هيك رأيي، بعدين مو بيقولوا إن غدا لناظري قريب؟ بلا. مساء الخير. أهلين مصطفى. أهلين. كيفك اليوم؟ ممتاز أختي ممتاز، عال العال، بس ميت من الجوع. العيونك رح ساوي لك عشاء السريع. وأنا طالع غير ثيابي. استني جاي ساعدك. وخارج العاصمة قالت الشرطة إن مجهولين فجروا 3 مساجد في بابل ومرقدا في الخالصة. أعوذ بالله، معقولة شيء عم يصير؟ لك كأنه ضمير العالم ميت. والله يا أستاذ جابر هدول عم يضحكوا علينا. أهلين أستاذ خالد. شلونك مراد؟ ماشي الحال، خير في شيء؟ ليش بقى؟ يعني ما بصير نحكي ونطمن عنك؟ لا والله لا والله مو هيك قصدي، بس يعني استغربت التليفون. بس معك حق، يمكن نحن مقصرين شوي بالتواصل، بس بصراحة أنا عم بحكي معك هلأ منشان شغل. شغل شو؟ أول شيء قلي قديش في مجال تترك وظيفتك وتتفرغ لشغل جديد. والله يا أستاذ خالد هذا حسب الشغل اللي بدي أترك مشان وظيفتي. أخي بصراحة أنا أخذت ترخيص لمجلة خاصة، وبعد التفكير ما لقيت أنسب منك لحتى يستلم لي هالمشروع. مجلة ضربة واحدة؟ ضربة واحدة، بقى شو قلت؟ والله ما بعرف شو بدي أقول. تعرف يعني هيك موضوع بتصور بده شوية وقت لنفكر فيه شوي، مو؟ أخي لا تقول شي، فكر بالموضوع واحسبه منيح، وبكرة اتصل فيني وأنا بحطك بالتفاصيل. بيمشي الحال هيك؟ ايه طبعاً بيمشي الحال. وين بتحب شوفك؟ هلأ شركتي بتعرفها ما؟ ايه بلا بعرفها. خلاص، معناتها بكرة بس تكون فاضي حاكيني، وأنا اعتباراً من الساعة 9 بتلاقيني بالشركة. طيب أوكي أوكي خلاص اتفقنا. يلا بتوصيني شي هلأ؟ الله معك، السلامة. مع مين كنت عم تحكي؟ هذا خالد. ها؟ ما تعقزني، ومنو هذا خالد بلا زغرة؟ يا سيدي هذا خالد لك تقول زلمة بزنس مان، يعني معه مصاري وعرض علي شغل، فشو رأيك؟ ممتاز، الله يوفق. الله يوفق؟ هيك من باب الطاقة بدون ما تعرف شي؟ أمو لا حتى حضرة جنابك تعرف تحكي بالأول وتنطق هالجوهرة؟ والله معك حق، على رأسي. يا سيدي هذا خالد عم يفكر يفتح مجلة، وقال إنه حابب يسلمني إياها. وهو بيشتغل بالصحافة؟ لا 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 لا، ما له علاقة بهذا الناح بنوب، هذا زلمة مصاري وبس. أيوة، معناتها بدك تدرس وتشوف الموضوع. بس العمل بالصحافة الخاصة فرصة حقيقية، لا تقلي لا. هلا لا تتحمس لي كثير، لانه مو المهم اذا كان الصحافه خاصه ولا عامه، المهم قديش فيها صحافه وشو هي توجهاتها.
معلم انت ولا مره فكرت بعد القطعه الطويله ترجع تكتب مره ثانيه؟ صباح الخير. ما تنسى تطفي التلفزيون. ايه صباح الخير. صباح الخير. سياسية قبل أن تكون مشكلة أمنية، ونعتقد أن جيوش العالم كلها وحلف شمال الأطلسي لم يستطع حل. لعم يعني حاكيها ليسأل عني ماشي الحال، بس ليش ليجب لسير الجواز السفر؟ معقول؟ لا 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 لا. بس ولا شو يبدو أنه القصة صار جد. تأخرتي؟ على شو تأخرت؟ ما قلت لي؟ مرحبا بالأول. مرحبتين. هاي لألك. نرول عند الزلمة. أي زلمة؟ لك بعدين بقلك روحي هلا. لوين؟ امشي. استاذ خالد موجود؟ ايه بس مين قلو؟ مراد. لحظة. الو؟ استاذ خالد بس في الاستاذ مراد بده يشوفك. ايه اوكي. تفضلوا. مرحبا استاذ خالد. لك اهلا 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 استاذ مراد. ولو انه انا زعلان منك. لا من أولها. لك هي معقولة فنانتنا العظيمة جاية معك وما بتخبرني لأقوم بواجبها؟ الله يخليك تسلم. لا حقيقة صدفة. لك أي صدفة؟ أنت معك ثروة قومية ومالك منتبه لها. يا أستاذ والله منتبه، حتى أنا لزقان لزق وين ما رحت لزقان فيها. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا ميت أهلا وسهلا. يا ميت أهلا وسهلا. إيه نينا شو أخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال بهالجامعة. عظيم عظيم. خلونا نفوت بالموضوع دغري وانا رح خبرك كيف عم فكر. اهلين يوسف. لا أنا ليكني جاي على الطريق هلأ أطلع. يلا ما بتأخر. باي حبيبي. يعني المجلة ما إلها علاقة بالسياسة أبدا. أكيد
المجلة لازم تكون مجلة منوعة، شوية ثقافة مع شوية فن، بس الحيز الأكبر فيها لازم يكون للقسم الاقتصادي. حلو كتير. هلأ لنكون صريحين شوي، يعني أنا كان ممكن إلك تشتغل بدون ما تترك وظيفتك، وأنا بعرف إنه شغلك بالجريدة ما عم يأثر على وقتك، بس تعرف أنت رئاسة التحرير بدها تفرغ كامل، هي إذا كان بدنا نشتغل. هذا أكيد. خلص، طالما أخذنا موافقتك المبدئية على الشغل بمجلتنا، أنا رح أعطيك مجموعة من الأوراق تدرس تفاصيلها منيح وتعرف طبيعة الشغل. وأنت نينار تعتبري حالك أول محررة بمجلتنا. الله يخليك، بس مو لخلص دراستي بالأول؟ هلا دخيلك، يعني كتير عم يدرسوكم شي مهم. شوفي حبيبتي، الدراسة النظرية بعمرة ما طالعت صحفي مهم، هذا أول درس لازم تحفظيه. شو؟ بس يعني أستاذ خالد كأنكم جاوزتوا وعينتوها بدون موافقة المدير؟ أحقك علي يا سيدي، وهذا أنا يلي عم حاول أمن لك كل الأجواء يلي بتريحك بالشغل. على فكرة نينار، هذا الزلمة مو مقدر الثروة اللي بعت له إياها رب العالمين. لك أنت ما بدك تفهميني شلون حبيتي؟ آه، إذا هيك يا أستاذ نبدأ الشغل، معناتها بدي أقدم استقالتي مباشرة. ونحن منرد لك إياها مع عدم الموافقة. شو؟ تهاجر؟ يوسف، أنت بتعرف شو عم تحكي؟ ليلى هدي شوي وخليني فهمك. شو بدك تفهمني؟ لك بعد ما انك حاسم الموضوع ومقرر كل شيء، لك حتى استخسرت انك تخبرني ولا كأني موجودة بحياتك. ليلى اذا بتريدي لا تحكي بانفعال، انا لسه ماني حاسم الموضوع وجاي عم بحكي لك مشان. عم تحكي لي لانه رفيقك زلق بالحكي، ولو ما هيك كنت سافرت بدون حتى ما اعرف. انا ماني نذل وانا ماني جدبي. بس لك يوسف، أنا مقدرة كتير منيح وضعك، وبعرف إنه بحالات الأحباط مثل اللي عم تصيبك هي شي طبيعي أي شخص يصير معه هذا الشي اللي عم تعمله، بس لو إنك حكيت لي كنت قدرت وضعك منيح وفهمت عليك. بس الموضوع يصير بهاي الصيغة أنا ما بقبله أبداً. ليش بك عم نحكي؟ ليلى أستاذ جابر؟ شو طلع معنا؟ يعني لهلا ومن خلال الأوراق اللي بين إيدي مو مبين إنه في شي غلط. يعني بدك تقول مجلة مثل المجلات موجودة بالسوق. بس خطر لي سؤال. نعم. يا ترى هذا صاحبكم خالد هو الممول الوحيد للمشروع ولا في معه جهات تانية؟ أنا ما بعرف. هلا هو عنده علاقات مع جهات عليا ومدعوم اكيد، بس هيك مشروع بتصور يعني خالد بيقدر يعمله لحاله، ما بده حدا معه. طيب عمو مراد شو فرقاني معه؟ يعني مين ما كانت الجهه المموله، بالاخير هو رئيس تحرير، هي مهمته. ليكي نينار، هي كلمه عمو رح مرق لك اياها المره، بس اذا بتعيديها مره تانية لا تلومي الا حالك. انا مو قايل لك انه هاي الكلمه ممنوعه. ياي خوفتني بالعائلة، بس والله ما بعرف. خلص عمو معني ولي خلص عكيت كتير. استاذ ما بطلع معي غير هيك منيحة استاذ؟ يعني هيك منيحة فيها وجهها شوي، ولا شو رأيك انت؟ بلا انا كمان رأيي هيك احسن، لانه عمو شوي مكبرتك مو لابت لك ابدا. لك يسلمولي المزوقين. تعلم شفت؟ شفت يسلمولي المزوقين. ايه معلم، شو مشان الجريدة؟ يترك الشغل ولا لا؟ إذا كان شايف حالك منسجم مع المجلة وتوجهاتها اترك، هيك هيك ما راح تخسر غير الراتب. توجهات؟ هي كلها مجلة فنية اقتصادية، يعني شو بده يكون فيها توجهات لحتى انسجم ولا؟ مراد حبيبي، لما واحد مثل هذا خالد صاحبكم بفكر يعمل مجلة
فأكيد في عنده مقارب شخصية من وراه. وإذا كانت الفائدة ما راح تكون أكبر بكتير من كلفة المجلة، أكيد ما كان فكر يساويها. بفكر منيح ودرس الموضوع من كل جوانبه وقرر اللي بيناسبك يا أبي. ألو، أهلين شادي، أنا عند بيت مراد. خلص أوكي، مراد بيوصلني. طيب حبيبي، ماشي، الله يسلمك، يلا باي باي. سلم عليك شادي. الله يسلمك. هلا بما أنه اثنينكم طلعتوا تنابل، راح أكون أنا أب ديمقراطي وأقوم ساوي لكم قهوة. لا والله مو أنا بساوية. شو قلتي؟ ما قلت شيء، قلت أنا بساويها. لا 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 لا، الكلمة اللي قبلها شو هي؟ ما قلت اللي قلت عمو. لا عجد، خلص خليني ساويها. لا ولا يهمك، قاعدة هذي خلاص أنا بساويها. أنا مو قايل لك ما تقول هيك كلمة. يا الله أبوك شو ظريف، بجنن. إيه هذا إحنا جايبينه من عصر الديجيتال، عندك اعتراف؟ بالعكس، نيالك عليه. أي ما قلت لي شو ناوي تساوي هلا؟ بشو؟ بشو باللي كنا عم نحكي فيه؟ حزري شو؟ أنا كتير اشتقت لك. يا الله، لا يا الله، أنا جد كتير اشتقت لك. لا وأنا كمان كلمة تانية غير وأنا كمان. مرحبا يا حلو. ليلى شو بك؟ لولو شو بك؟ شو صاير؟ ولك حبيبي طلعي فيني، شيلي ايديك طلعي فيني. ولك شو اللي عامل فيك؟ لولو هيك لك لك تصور انه حتى ما خبرني بشو عم يفكر. معقول؟ بسيطة حبيبتي، معك هدول غالين علي كتير وما حدا بيستاهلهم، لا يوسف ولا غيره. رح اشوف الباب بس ارجع، هدول الدموع بده يكونوا خالصين. اتفقنا؟ اتفقنا. مساء الخير. مساء الخيرات، تفضل. انا يوسف. اهلا وسهلا فيك، تفضل استاذ. اهلا وسهلا. شكرا لك. حضرتك فراس؟ انا فراس، تفضل. انا اسف اذا كنت جاي بدون موعد، وقت غير مناسب. لا ولو، يعني شو منك، البيت بيتك. تفضل استريح استاذي، انا بس عن اذنك مدهله لليلى. ولا يهمك، خذ راحتك. ولا يهمك، شكرا.